اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من النيل المباشر، وبنستعرض خلالها اهم الاخبار العربيه والدوليه والمحليه اللي بتتصدر اجنده اهتماماتكم. تابعونا. اول الموضوعات هيكون عندنا الحقيقه النهارده موضوعين مهمين جدا. البدايه بالتاكيد موسم الحج بكل ما يحمله من روحانيات بيلقي بظلاله على مشهدنا النهارده مع حضراتكم، وهنقترب بشكل اكبر من التيسيرات اللي بتقدمها المملكه العربيه السعوديه اثناء موسم الحج. اما موضوعنا الثاني فهيكون عن تداعيات الاتفاق الامريكي التركي باقامه منطقه امنه شمال سوريا، وما يمثله هذا القرار. البعض ينظر إليه أنه هو مسعى لكسب الوقت، والبعض الآخر ربما يعاول لي عليه بشكل أو بآخر في أنه هو يقلل من حدة التهديدات التركية للأكراد في سوريا. نبقى معكم مشاهدينا الكرام والمزيد نتابعه مع حضراتكم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. نتوقف مع أول محطتنا وإطلاق وزارة الحج والعمرة السعودية حزمة خدمات ومشروعات لضيوف الرحمن ابتداء من مرحلة ما قبل القدوم وحتى عودة الحجاج إلى بلادهم، واللي بتأكيد من كافة النواحي بتمثل نقلة نوعية هذا العام. بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام من الخارج 2,838,339 حاج من ضيوف الرحمن. نتابع المزيد مع حضراتكم في تقرير تالي. حزمة مشروعات وخدمات متطورة أطلقتها وزارة الحج والعمرة السعودية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ابتداء من مرحلة ما قبل القدوم وحتى عودة الحجاج إلى بلادهم. الحزمة تشمل 8 من المشروعات والبرامج والمبادرات، تشمل منصة الحج الذكي ومبادرة الرقابة على الخدمات لرفع مستوى خدمات السكن بتوفير مساحات إضافية للحجاج وتنظيم مسارات النقل وبرنامج التفويج المخصص لإدارة الحشود عبر نظام إلكتروني لإعداد ومراقبة خطط التفويج، إضافة إلى مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية حيث تم بناء مخيمات مجهزة بكافة الخدمات. كما تم إطلاق مبادرة تطوير خدمات الإعاشة للتوسع في تقديم الوجبات مسبقة التجهيز في المشاعر المقدسة. الحزمة شملت كذلك مبادرة كن عونا للمساهمة في الأعمال التطوعية وفتح المجال أمام جميع أفراد المجتمع لخدمة بيت الله الحرام. كما شملت مبادرة النظام الإلكتروني للمشاعر المقدسة من خلال نظام إلكتروني رقابي لقياس جاهزية المشاعر المقدسة. المبادرة الثامنة هي مبادرة حج بلا حقيبة لإعادة نقل أمتعة الحجاج من مقر سكنهم إلى صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. وبدأ من فجر الجمعة سيتم تجهيز الحافلات لنقل الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، وسيتم نقل المرضى المحتجزين في المستشفيات السعودية إلى المشاعر عبر سيارات الإسعاف. كما سيتم حصر أعداد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الفنادق تمهيدا لنقلهم عبر حافلات مخصصة لهم. كانت السلطات السعودية قد أعلنت الأربعاء اكتمال وصول حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية. أهلا بحضراتكم من جديد. وللوقوف على استعدادات المملكة لاستضافة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الزميل محمد الخطيب، وبالتأكيد استثمار لتواجده معنا بعد طبعا نوجه له التحية. محمد، لتنقل لنا الصورة عن الاستعدادات اللي بتقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة والخدمات اللي بتقدمها لضيوف الرحمن وتيسيرات اللافتة في موسم الحج لهذا العام. أهلا بك. اهلا بك وتحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. يعني ما يحدث الان في المملكه العربيه السعوديه وخاصه يعني في مكه المكرمه ان السلطات السعوديه تقوم الان باغلاق جميع مداخل الطرق المؤديه الى المشاعر المقدسه من منى وعرفات ومزدلفه، ذلك لمنع التكدسات التي طبعا تحدث في موسم الحج. ما يسمح للدخول في هذه المشاعر المقدسة يعني بعض يعني الجهات المعينة كوزارة الحج والعمرة السعودية
السيارات التي تقل المياه للحجاج والسيارات التي تقل أيضا المواد الغذائية في هذه الأماكن طبعا لمراعاة الحجاج. أيضا فيما يخص يعني الحالة الأمنية، هناك يعني تنسيق مستمر بين السلطات المصرية والسلطات السعودية لتأمين ضيوف الرحمن من خلال جميع كاميرات المراقبة وخلال تتبع للحفلات المصرية وحفلات النقل المصرية التي تنقل الحجاج المصريين من فنادقهم وتنقلهم إلى المشاعر المقدسة وجبل عرفات ومنى ومزدلفة. أيضا استعدادات البعثة المصرية الخاصة بالسياحة الآن تقوم بتفقد المخيمات التي استلمتها البعثة تمهيدا لاستلامها للحجاج المصريين. يعني الجميع يعلم أن هناك تكدسات تحدث في المخيمات طبعا لأن هناك الكثير من الحجاج يقومون بالتداخل في مخيمات ممكن ما تكونش يعني ليهم أو غير مخصصة لهم. فطبعا لمنع هذه يعني الخطوة تم تركيب بعض الأساور الإلكترونية في أيدي الحجاج الذين لديهم الحق للدخول إلى هذه المخيمات لمعرفتهم ومنع دخول من لا يحق لها الدخول في هذه المخيمات. الاستعدادات داخل المخيمات استعدادات يعني جاهزية كبيرة. يا محمد أتمنى لك وللجميع من الأراضي المقدسة السلامة، حج مبرور وذنب مغفور. يعني للأسف هو في تقطع في الصوت بعض الشيء لكن لنبقى قليلا. أكمل تفضل محمد. نعم يعني كنت بكمل على أنه هناك استعدادات داخل المخيمات سواء يعني لتوفير كافة سبل الراحة للحجاج من يعني تكييفات وفي مضادات للحريق. أيضا هناك استعدادات. ألو هل تسمعينني؟ أيوة تفضل محمد تفضل. طبعا يعني الجميع هنا المخيمات مستعدة بالكامل الآن لاستقبال الحجاج. احنا بنتكلم على 36,000 من حجاج البعثة السياحية وصلوا أمس طبعا كلهم خلاص بقوا موجودين في مكة المكرمة تمهيدا لتصعيدهم إلى عرفات. أيضا لو تكلمنا على الاستعدادات الطبية يعني كان هناك تفقد أو زيارة تفقدية لرئيس البعثة المصرية ورئيس بعثة الحج الرسمية وبعثة الحج الخاصة بالسياحة والداخلية والتضامن جميعهم كانت هناك جولة تفقدية لجميع المستشفيات داخل مكة المكرمة طبعا الاطمئنان على الحالات الاطمئنان على الاستعدادات والاطمئنان أيضا على المرضى الحجاج المتواجدين داخل المستشفيات. هناك جاهزية كبيرة لاستقبال الحجاج. هناك أيضا سيارات إسعاف سوف تجوب جميع المشاعر المقدسة لإسعاف المرضى في حال تعرضهم لأي خطر. طبعا احنا بنتكلم على درجة حرارة مرتفعة جدا. هي إجراءات مثمنة بالفعل محمد، ويعني أشكرك جزيلا على هذه المتابعة من الأراضي المقدسة. وبالفعل هي حزمة من الخدمات والمشروعات المقدمة إلى ضيوف الرحمن ابتداء من مرحلة ما قبل القدوم إلى عودة الحجاج إلى بلادهم. يعني من متابعتك عن قرب كيف يمثل ذلك نقل نوعية بحق من خلال أبرز ما تفضلت به من إجراءات استثنائية مختلفة وغير تقليدية عما كان يقدم على مدار الأعوام السابقة خلال هذا العام؟ في هذا العام بمجهودات كبيرة ومجهودات جبارة يعني لو ذكرنا في هذه الاستعدادات هو أن هناك تطبيق إلكتروني على الموبايلات طبعا لمعرفة أماكن الحجاج وإن أي حد سوف يفقد مكانه يعني أنه لا هيبقى برضو موجود من البعثة المصرية يعني في حالة تتبع مستمر مع بالتنسيق مع السلطات السعودية لمتابعة سير الحجاج وأماكنهم وفي حال فقدان أي منهم أيضا سوف يكون هناك إجراءات لرجوعهم مرة ثانية إلى أماكنهم أو فنادقهم. أيضا هناك إجراءات خاصة لا قدر الله هناك حصل حالات وفاة هناك تنسيق مع الجانب السعودي لرجاع أي متوفي طبعا إلى بلده مرة أخرى طبعا بدون يعني يكون هناك روتين أو إجراءات يعني كما كان في السابق. يعني بعثة الحج الرسمية من الحين إلى الآخر
تقوم بتفقد جميع الأماكن وتفقد المستشفيات وتفقد المخيمات الخاصة بالحجاج من الاطمئنان على أولا لحمايتهم طبعا خلال يعني تأديتهم للمشاعر المقدسة أو للاطمئنان عليهم طبيا من الحالة الصحية في حال تعرضهم لأي خطر أو لأي ضرر. يعني حزمة زي ما ذكرت كبيرة من الإجراءات الأمنية والصحية لمتابعة الحجاج المصريين. طبعا احنا بنتكلم على عدد ضخم طبعا من الحجاج، بنتكلم على 3 مليون في المملكة العربية السعودية، طبعا بيكونوا موجودين كل سنة لأداء مناسك الحج. لكن البعثة المصرية الرسمية طبعا في حالة انعقاد دائم، هناك لقاءات يعني ومؤتمرات صحفية للصحفيين المتواجدين أو المتابعين للبعثة لرصد ما تقوم به البعثة من تحركات وتنسيق ومؤتمرات وحجولات تفقدية طبعا لإظهار ما تقوم به لحماية الحجاج المصريين وتوفير لهم الرعاية الصحية والأمنية وحتى المعيشية. بشكرك شكرا جزيلا الزميل محمد الخطيب متابعا من الأراضي المقدسة، جزيل الشكر لك على هذه المتابعة. دوما حج مبرور وذنب مغفور لك، والتوفيق أيضا لك وللحجاج الذين يأتون من كل حد وصوب لزيارة بيت الله الحرام. نبقى معكم مشاهدينا الكرام، وبتجدر الإشارة إلى أن عدد حجاج بيت الله الحرام بيصل هذا العام إلى 2,838,329 حاج. نبقى في متابعتنا وحول نفس الملف، وينضم إلينا هذه المرة من الرياض بالمملكة العربية السعودية مبارك العاتي الكاتب الصحفي السعودي، تحية لكم في البداية. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير وكل عام وانتم بخير. كل عام وأنتم بخير. لنتوقف مع حزمة المشروعات والخدمات المقدمة من قبل وزارة الحج السعودية لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، يعني أبرز ما تتوقفون عنده، وإلى أي مدى يؤثر ذلك إيجابا على التيسيرات المقدمة إلى حجاج بيت الله الحرام؟ طبعا وزارة الحج هي جهاز من ضمن 22 جهاز حكومي أو 22 وزارة سعودية تسهم هذا العام في هذا الموسم في خدمة حجاج بيت الله الحرام. وزارة الحج قبل قليل أعلنوا عن أنهم تمكنوا من إصدار ما لا يقل عن 1,800,000 تأشيرة عبر قنصليات المملكة عن طريق الأونلاين دون أي تدخل بشري، وهذا من باب تسهيل التقنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، خصوصا أننا هذا العام أدخلنا رحلة مكة التي شملت هذا العام جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، تونس، إضافة إلى أندونيسيا وماليزيا، ونجحت المملكة حقيقة في مشروع طريق مكة، وهو أن يكون الحاج منذ مغادرته منزله وهو يعتبر داخل الأراضي المقدسة نظرا لإنهاء كافة الإجراءات، ويسلم على الشعب اللي هو يعتبر دخل موسم الحج قبل أن يصل إلى المملكة. أيضا اليوم أعلن المستشار وزير الحج ما أبرز العقبات التي تم تذليلها من قبل السلطات السعودية المعنية في هذا السياق؟ بكل تأكيد أن أبرز العقبات كانت الطوابير والتي تمتد لأيام أمام القنصليات والسفارات في سفارات المملكة في كل دول العالم. عندما تطبق مشروع طريق مكة بكل تأكيد أن هذا يسهل على الحاج وعلى المعتمر وعلى الزائر عملية البيروقراطية التي كانت تقف عائقا، لا أقول أنها حاجزا بقدر ما هو عائقا في السباق الزمني للوصول للحج، إضافة إلى تجاوز عدد من الأوراق التي كانت تمثل عبئا آخر على الحج. أعتقد أن كثيرا من الحجاج لم يسووا مشروع وادي مكة الطريق إلى مكة هذا العام. اليوم مستشار وزير الحج أعلن أن 70,000 شخص أو 70,000 مواطن سعودي يسهم في تنفيذ الخدمات الإعاشية، جزءا منهم ما لا يقل عن 5,000 مواطن سعودي هم من المتطوعين ضمن برنامج عون الحج. الذي أريد أن أؤكد عليه أن المملكة تركز منذ العام الماضي وهذا العام على استخدام أو استثمار
التقنية للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام، ناهيك عن مشاريع التوسعة الضخمة التي أبرز حقيقة انتهاء مشروع توسعة المطاف، انتهاء مشروع توسعة زمزم، انتهاء مشروع قطارات المشاعر المقدسة، وهذه هي من مشاريع البنى التحتية التي سيلاحظها الحاج بإذن الله تعالى هذا العام. فيما يتعلق بالمشاعر المقدسة، يعني ما هي المرحلة الحالية ونقترب بشكل أكبر من عملية تفويج الحجاج؟ بالضبط، اليوم أعلن عقد المتحدث باسم وزارة الداخلية مؤتمر الصحفي الأول، وأعلن اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام لتبدأ غدا هو يوم الثامن وهو يوم التروية، بدأ الحجاج التوجه لمشعر منى وغدا يكتملون على مشعر منى ليبدأ موسم الحج. بكل تأكيد أن اليوم الثامن هو يوم التروية، يتروى الحاج من المياه ويستعد لتوجه اليوم عرفة يوم التاسع وهو يوم الحج الأكبر، ثم بعد ذلك في مساء يوم التاسع يتوجه الحجاج إلى مزدلفة، ثم يتوجهون لرمي الجمرات أو يتوجه للطواف ويتحللون من حرامهم، ثم تبدأ أيام التشريق بإذن الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. نبقى معكم مشاهدينا الكرام، وملفنا القادم عن القرار الأمريكي التركي بإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، إعراب سوريا اليوم عن رفضها القاطع لهذا الاتفاق على خلفية هذا القرار من قبل الولايات المتحدة وتركيا مؤخرا حول إنشاء هذه المنطقة الآمنة، وتأكيد بأن ذلك يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة الأراضي السورية. بعد 3 أيام من المحادثات المكثفة لتفادي هجوم تركي جديد ضد أكراد سوريا، أعلنت واشنطن وأنقرة الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك لتنسيق وإدارة منطقة آمنة في مناطق سيطرة الأكراد قرب الحدود التركية. وربما بدا الاتفاق وفقا لكثير من المتابعين وكأنه محاولات جديدة لكسب الوقت، إذ أنه لم يتضمن أي تفاصيل معلنة حول حجم تلك المنطقة الآمنة أو موعد بدء إنشائها أو حتى كيفية إدارتها، بل تم الاكتفاء بالإشارة إلى أنها ستكون ممرا آمنا مع تأكيد على ضرورة عودة اللاجئين السوريين في تركيا، في الوقت الذي يقول فيه رئيس مجلس قوات سوريا الديمقراطية رياض درار إن اتفاق الولايات المتحدة وتركيا بشأن إقامة مركز للعمليات المشتركة في أنقرة سيخفف من وطأة التهديدات التركية المستمرة ضد شمال سوريا. نتابع المزيد. بعد 3 أيام من المحادثات بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك، اتفقت واشنطن وأنقرة على تأسيس مركز عمليات مشتركة في تركيا لإنشاء وتنسيق ما يسمى المنطقة الآمنة شمالي سوريا لتكون ممرا آمنا لعودة اللاجئين إلى ديارهم. تركيا لم تقدم أي تفاصيل بخصوص الاتفاق وطبيعة المنطقة المرتقبة والجهات التي ستشرف عليها، علما بأن عمق هذه المنطقة المزعومة من أبرز نقاط الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة. كانت تركيا تطالب بأن يبلغ عمق المنطقة الآمنة 32 كيلومترا وأن تنفرد هي بإدارتها. في المقابل اقترحت واشنطن منطقة آمنة عبارة عن شريط منزوع السلاح لمسافة 5 كيلومترات، تعززها منطقة إضافية خالية من الأسلحة الثقيلة لمسافة 9 كيلومترات، مما يجعل الامتداد الكامل للمنطقة داخل سوريا أقل من نصف المساحة التي تريدها تركيا. ولم يتضح إن كانت الولايات المتحدة رضخت للشرط التركي بشأن عمق المنطقة الآمنة، وفي هذه الحال من غير المرجح أن يقبل الأكراد بمثل هذا الوضع، لأن ذلك سيعني انهيار كل أمالهم في وضع خاص في المناطق ذات الغالبية الكردية، وهو وضع تتخذ منه أنقرة ذريعة للقلق بزعم أنهم يسعون لحكم ذاتي يزيد النزعة الانفصالية لدى الأكراد في داخل تركيا. يرى محللون أن الهاجس من الأكراد ليس فقط المحرك للدوافع التركية، بل رغبة تركيا في احتلال كامل للشريط الحدودي وفرض موالين لها كما حصل في عفرين وجرابلس، وهي بذلك تضمن موطئ قدم ثابت لها في سوريا وتفرض نفسها رقما صعبا عند الحديث عن أي تسوية.
على الرغم من الغموض الذي يكتنف الاتفاق، إلا أنه يرجئ إلى أجل غير مسمى الخيار العسكري الذي لوحت به أنقرة، وربما يلغيه بعد أن تدخلت تركيا مرتين عسكريا في شمالي سوريا عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون. سوريا أعربت عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلنه ما وصفته بالاحتلالين الأمريكي والتركي، معتبرة أنه انتهاك سافر لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقالت إنه عرى بشكل واضح الشراكة الأمريكية التركية في العدوان على سوريا. وحول أبعاد وأصداء القرار التركي الأمريكي ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سيادة العميد سمير راغب، مدير المؤسسة العربية للدراسات السياسية والاستراتيجية. تحية لسيادتك سيادة العميد. تحية لحضرتك وفريق العمل، أهلا بك. البعض يهون منه وبيرى أنه هو مجرد مناورة ومسعى بشكل أو بآخر لكسب الوقت، والبعض على العكس يعني يعظم منه ويرى أنه حيكون له تأثير على تحجيم الهجمات التركية للأكراد في شمال سوريا. كيف تنظرون إليه؟ أنا أنظر إليه أن الأطماع التركية في الشمال السوري لن تتوقف، إن لم تتم الآن ستتم بعد فترة، لكن لن تتوقف. هو الفكرة ليس في منطقة آمنة، إن إحنا عندما نتحدث عن منطقة آمنة، منطقة آمنة من من؟ هل من الجيش العربي السوري اللي بيدافع عن أرضه وعن سيادة الدولة السورية على أراضيها؟ هل من الأكراد؟ الأكراد لم يقوموا بعملية، وفكرة ان ما يقوم به البي كي كي او الموقف من البي كي كي اللي هو حزب العمال الكردستاني المصنف لديهم ارهابيا مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني البي دي، فانا اعتقد ان هناك لبس، والمفروض الدول الكبرى وخاصة ان روسيا وامريكا موجودين في الرباعية مع ايران وتركيا فيما يتعلق بالوضع في سوريا، اعتقد هناك ردود افعال متباينه ما بين تعويلات على هذا القرار وربما ادانات له خاصه من الخارجيه السوريه معتبره اياه اعتداء سافر على السياده السوريه، وحديث ايضا عن مساله توازنات القوى والمواقف المعهوده من الجانبين الامريكي والتركي. يعني اذا يعني جعلنا الصوره اكثر شمولا وكثير من التربيطات بين ما يحدث على هذا الصعيد وما يحدث في شؤون أخرى قد تكون مكملة للصورة، كيف تنظرون إلى المشهد؟ تركيا لن تستطيع القيام بعملية عسكرية كدرع الفرات وغصن الزيتون بدون موافقة أمريكية، لأن في حالة إقدامها على هذه العملية بدون موافقة أمريكية فالطبيعي أن الجانب الأمريكي حيسلح الجانب الكردي وحيحرج الجانب التركي في مواجهة الأكراد، لن يسمح. وبالإضافة لأن الجانب الروسي رغم أنه له علاقات متوازنة مع الجانب التركي، بالإضافة أنه حليف للنظام السوري، أعتقد أنه هو أيضا له علاقات جيدة بالأكراد، وفي كل مناسبات الأكراد بيعتبروا أن الجانب الروسي يتم الوثوق فيه، فبالتالي الجانب الروسي أيضا سيمارس ضغوط على الجانب التركي. أعتقد أن المقترح الأمريكي هو الأقرب للتنفيذ، لأن هناك يعني معايير عسكرية تصعب عملية المنطقة الأمنة 30 كيلو. المنطقة الأمنة 30 كيلو لما كانت في عهد أوباما عايزين يعملوها حسبوها لقيها محتاجة 150 ألف جندي ومليارات الدولارات عشان يتم، سواء كان يعني بافر زون أو نو فلاي زون، سواء كانت يعني منطقة عازلة أو منطقة حظر طيران. فالاقتراح التركي اعتقد بتضع على مائده التفاوض لفكره ان لها الحريه في التحرك داخل ال 30 كيلو زي المنبج والباب وعفرين، لكن بتوسع لمناطق شرق الفرات حتى القامشلي اللي هو كان اصلا في قيود على ان تتحرك تركيا في مناطق شرق الفرات. فانا اعتقد ان الجانب الامريكي كان واضح والجانب الروسي كان واضح ان لا عمليه، وبالتاكيد هذا القرار او هذا على مركز عمليات الإجراء مشترك الثنائي الامريكي التركي اثار ارتياحا لدى الاوساط الكرديه. السؤال ايضا الذي يطرح نفسه، ماذا بعد هذا الاجراء؟ البعض ينظرون الى ما قامت به مؤخرا الولايات المتحده وتركيا في هذا الاطار انه ليس نهايه المطاف.
كيف تنظرون إلى ذلك أيضا؟ أنا أعتقد أن باقي الأمور ستؤجل لما بعد 11 سبتمبر اللي هو اجتماع الثلاثية إيران وروسيا وتركيا فيما يتعلق بتسوية الأزمة السورية. يضاف لي مسارات بقى أستنى فيما يتعلق بالوصول للدستور للتوافق. أنا أعتقد لا حل لخروج كافة القوات الأجنبية سواء الأمريكي أو التركي أو حتى الروسي إلا بوصول يعني توافق سوري فيما يتعلق بمستقبل سوريا والتحول الديمقراطي على أساس التوافق. ده الحل الوحيد أن يكون والأكراد يعودوا للحاضنة الأم اللي هي سوريا ويكفوا في الحديث عن وضع خاص أو عملية انفصالية لأن قضية النزعة الانفصالية غير مقبولة لا دوليا ولا عربيا ولا تركيا ولا سوريا. فبالتالي بدل ما يكونوا فريسة ما بين روسيا ما بين أمريكا ما بين تركيا أعتقد العودة للحاضنة السورية والاتفاق ضمن الإطار العام السوري على مستقبل شمال سوريا شأنه شأن باقي الأراضي السورية. لأن احنا يعني العرب يعني ومصر في مقدمتها يعني مصرين على وحدة وتكامل الأراضي السورية لا تقبل التقسيم ولا الفيدرالية ولا الكونفدرالية ولا الأطروحات التي تؤدي إلى شرذمة وتقسم. سيادة العميد سمير راغب أشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل. نبقى معكم مشاهدينا الكرام وينضم إلينا الآن عبر الهاتف السيد غسان يوسف المحلل السياسي السوري. مساء الخير تحية لك. مساء الخير. يعني حديثا عن الإجراء الأمريكي التركي الخاص بهذه المنطقة إقامة هذه المنطقة الأمنة في شمال سوريا، هل بالفعل وكما يروج الجانبان وتحديدا الجانب التركي سوف يتيح ذلك حقيقة ممرا آمنا لعودة اللاجئين إلى ديارهم؟ لأن هذا الاتفاق ليس يعني مريض الصدفة أو وليد تعافيه وإنما كان نتيجة مفاوضات طويلة أجرتها من تركيا والولايات المتحدة لاحتلال هذه المنطقة من قبل هاتين الدولتين اللتين قامتا يعني بالدخول إلى الأرض السورية دون التنسيق مع الدولة السورية. ولذلك يعني سوريا تعتبر ان هذا الاجراء هو اجراء احتلالي وان هذا الاتفاق هو اتفاق غير شرعي باعتبار ان يعني الدولتين لا تملكان الحق باقامه هذه المنطقه وهذا منافي لقوانين يعني وميثاق الامم المتحده. ولذلك اعتقد اليوم يعني انا اعتقد ان هذا الاتفاق هو تقاسم نفوذ وتقاسم مصالح وتقاسم اراضي يعني مستوله عليها ولذلك يتخلقان في يعني تصنيف الدول المحتلة. وأعتقد بأن سوريا اليوم يعني هي تحارب الإرهاب في إدلب وداعي هذا الإرهاب الموجود في إدلب قامت الولايات المتحدة بالتعاون مع تركيا لإدخال هؤلاء الإرهابيين إلى هذه المناطق. واليوم الدولة السورية تقوم بضرب يعني هذه الجيوش البديلة بكل من تركيا والولايات المتحدة ولذلك أتى هذا الاتفاق ردا يعني على الحرب الروسية السورية. البعض يرى أن هذا الاتفاق لن يفعل على أرض الواقع وأنه مجرد مناورة أو مسعى تركي لكسب الوقت، يعني هل تؤيدون أن يعني ما يجري الآن من قبل الولايات المتحدة وتركيا يعني هو في حاجة إلى التهوين وليس التعويل عليه وأنه بالفعل يصب في مناورة فقط لكسب الوقت، أم أنه يؤشر بمؤشرات يعني ربما نتعرف عليها من خلالكم بشكل أفضل؟ يعني أنا أعتقد لا ربما قد تبني يعني الدولتان على هذا الاتفاق باعتبار أن تركيا كانت تريد يعني أن تشرعن دخولها في الأراضي السورية وأيضا يعني الولايات المتحدة تريد أن تستقيل من الكيان الانفصالي في شرق سوريا وواخذ مثلا التنمية يعني مثلا قوات سوريا الديمقراطية يعني وكأن سوريا يعني هناك سوريا ديمقراطية وهي تقصد بأن هذا الجزء الانفصالي سيصبح اسمه سوريا ديمقراطية وهي تبني هذه القوات وتبني لها شيء كما حصل في جنوب السودان مثلا يعني. ولذلك هم اليوم يحاولون أن يكرسوا الانفصال في شرق البلاد وأيضا بالاعتماد على الميليشيات التركية ولذلك هم يعرفون اختلاف الايديولوجي والعقائدي ما بين كل منطقية وحزب العمال كردستاني ونحن يعني لدينا في سوريا حزب انتخاب ديمقراطي. يعني حضرتك بتشوف ان تركيا بتسعى لاطفاء الشرعيه لاي توغل عسكري لها في هذه المنطقه الامنه المزمع اقامتها في
شمال شرق البلاد، كيف تقيمون موقف الولايات المتحدة؟ يعني ما الصالح الذي يعود على الولايات المتحدة من أن يعني تضع نفسها في حزمة واحدة في صنع هذا القرار مع الجانب التركي؟ أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة ضربت يعني ثلاث عصافير بحجر واحد. الأول هو إنهاء الائتلاف بين تركيا والوحدات الأمريكية، الثاني هو تخريب تقسيم سوريا، الثالث هو تخريب الضغط على إسرائيل وسوريا وتعرفين يعني بأن إسرائيل تحاول أن تفتت سوريا وتضغط الجيش العربي السوري، وهذا يؤكد يعني التعامل ما بين كل إسرائيل والولايات المتحدة وتركيا. لذلك لاحظنا ان هذا السيناريو جرى في العراق، تعرفين يعني ان الولايات المتحده احتلت العراق وقسمت العراق واضعف الجيش العراقي، اليوم يحصل يعني هذا على سوريا، وتعرفين بان تركيا جيده مع اسرائيل، دائما تركيا هي عضو في حلف الشباب الاطلسي وفقط ميداني للولايات المتحده، ولذلك هي دائما يعني تتماشى سياستها مع سياسه الولايات المتحده ومع اسرائيل يعني. ولذلك لاحظنا يعني ان تركيا هي التي كانت تحاول تفتيت ايضا الدوله السوريه، وتركيا لها اطماع وهذا مكتوب في الدستور التركي يعني. طيب اخيرا يا فندم، وعفوا لمقاطعه حضرتك، كيف تفسرون الارتياح الكردي لهذا الاجراء الامريكي التركي او هذا القرار؟ هل هو لمجرد تحجيم الهجمات التركية على الأكراد أم أن التطلعات تذهب أعمق وأبعد من ذلك لكي يحصل الأكراد على حكم ذاتي في شمال سوريا؟ يعني طبعا إذا تكلمنا بصورة واقعية، الأكراد اليوم هم يعتمرون بأمر الولايات المتحدة وهم ميليشيات تدعى للولايات المتحدة، وفي حال تخلت عنهم الولايات المتحدة يعني سيكونون بين نارين، نار الدولة السورية التي تحاول يعني ضم كل أراضيها واستعادة السيطرة على كل أراضيها وأيضا النيران التركية، فلذلك طبعا يعني يجب أن يكون هناك طرح لدى هؤلاء العملاء الذين باعوا أنفسهم بالولايات المتحدة وهم قالوا بأنهم يحاربون داعش. طيب إن فعل داعش لماذا أنتم مع الولايات المتحدة؟ لأنهم يريدون الانفصال، يريدون تكرار سيناريو يعني العراق كردستان، فلذلك أنا من الطبيعي أن يكون لديهم كما قلت انهم فرقوا في هذا الامر، ولكن هذه الفرق يعني هناك نتيجه ديموغرافيا موجود في فرق الفروض، يعني هو يعني المكون العربي هو اكبر من المكون التركي بحوالي 70%، ثانيا يعني اعداء المنطقه لن يقبلوا الانفصال عن الدوله السوريه، ثالثا سوف تكون هذه الميليشيات يعني ميليشيات عميده للولايات المتحده، لذلك لن تكون تقريبا. انا اقول لك يعني هم اليوم الولايات المتحدة تريد أن تستغل النفط الموجود في شرق الفرات وهذا معروف، ولكن هذه الأعذار بحسب الدراسات الاقتصادية ستنفذ يوما ما، ونحن نعرف يعني كم من الأعذار هي التي تستغلها الولايات المتحدة، ويعني تأكد عندما يكون هناك يعني لا توجد فائدة. نعم يعني وبالتأكيد يعني كما يرى كثيرون هناك المزيد من التفاصيل للاتفاق التي لم يكشف عنها تبقى غامضة، وربما تجيب الأيام القادمة على كثير من التساؤلات حول هذا القرار الأمريكي التركي. أشكرك شكرا جزيلا على هذه الرؤية التحليلية، وأشكركم مشاهدينا الكرام. كان هذا ختام هذه الفترة التي تتواصل مع حضرتكم يوميا من الساعة 3 وعلى مدار حوالي ساعة، وننتقل بعد دقائق مع ساعة إخبارية شاملة على شاشة قناة نيل الأخبار. أشكر لحضرتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.